يكتسي قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية أهمية جد استراتيجية في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، نظراً لما يزخر به من قدرات معتبرة طبيعية وبشرية تمكنه من لعب دور فعال في هذا المجال، من خلال لا سيما تحقيق الهدف الطموح الذي رصده مخطط عمل الحكومة لهذا القطاع، والمتمثل في رفع الإنتاج الصيدي إلى 166 ألف طن في آفاق 2024.